في أرقام تعكس استمرار تحسن القطاع العقاري في إمارة الشارقة، كشف التقرير نصف السنوي الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن القيمة الإجمالية للتداول العقاري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2022 بلغت 11 مليارا و200 مليون درهم، وسجلت الدائرة 3468 صفقة عقارية شهدتها 165 منطقة في مختلف مدن إمارة الشارقة وعلى مساحة إجمالية منفذة بلغت 30 مليون قدم مربعة، وبلغ إجمالي معاملات البيع 3327 معاملة وبقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات و100 مليون درهم، منها 3 مليارات و900 مليون درهم في مدينة الشارقة وحدها، بينما بلغت معاملات بيع المنفعة 141 معاملة بقيمة 243 مليون درهم، في حين سجلت الرهونات العقارية قيمة 5 مليارات و300 مليون درهم. وأما عدد جنسيات المستثمرين الذين نفذوا صفقات عقارية خلال هذه الفترة فقد بلغ 75 جنسية مختلفة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف عبيد البح، نائب مدير إدارة التصرفات العقارية بدائرة التسجيل العقاري في الشارقة. أهلا وسهلا بك. بداية، كيف تقرؤون أرقام النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وما هي أكثر المناطق تداولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشير إلى أن التقرير النصف السنوي الصادر من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة من خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري هي أوضح بأن القيمة الإجمالية للتداول العقاري بلغت 11.2 مليار درهم. توزعت معاملات البيع في مدينة الشارقة على مختلف المناطق، حيث شهدت نحو 100 منطقة عدد معاملات بيع في كل من مويلح والخان وحوشي والنهدة والمجاز والصجعة ومزيرعة وغيرها من المناطق. وأبرز تلك مناطق البيع هي منطقة مويلح التجارية التي شهدت تداولات عقارية بقيمة 736 مليون درهم من خلال 716 معاملة، وتوزعت معاملات البيع في المنطقة الوسطى على 24 منطقة من خلال 100 معاملة، حيث شهدت 17 منطقة في مدينة خورفكان 89 معاملة بيع، وانحصرت معاملات البيع في مدينة دبل حصن على 4 مناطق، أما معاملات البيع في مدينة كلباء فقد بلغت 108 معاملات شهدتها 20 منطقة. ماذا عن نوعية العقارات ونوعية المعاملات التي تم إجراؤها؟ في الشارقة تنوع هائل في نوعية العقارات، ما يضيف طابعا جذابا على المشهد العقاري في الإمارة ويشكل حالة تحفيزية وتشجع للمستثمرين، وهذا التنوع يكسبها إقبالا حيويا لافتا. وليس أدل على ذلك من الأرقام والإحصاءات التي عندما نتطلع عليها ونقرأها نكتشف كم هو مدهش عالم العقارات في الشارقة، ونحصل على صورة وافية بخصوص العقارات. غطت العقارات المتداولة بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والصناعية والزراعية في إمارة الشارقة في النصف الأول من العام الحالي مساحة تقارب على 30 مليون قدم مربع، وشكل قطاع العقارات السكنية نحو 72% من إجمالي العقارات، ما يؤشر إلى أن الشارقة إمارة جاذبة للسكان، حيث جاءت العقارات الصناعية بنسبة بلغت نحو 12% والعقارات التجارية بنسبة تجاوزت 11%، ووصلت نسبة العقارات الزراعية إلى أكثر من 5%، وكل هذا يدل على مكانة الشارقة والإقبال عليها سكنا واستثمارا وزراعة. نعم، من الملاحظ أن هناك إقبال كبير من المستثمرين على القطاع العقاري، ما هي العوامل التي ساعدت على ذلك؟ هنا لابد من الإشارة
إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين على القطاع العقاري في الشارقة يعود إلى البيئة الآمنة والجاذبة وحزمة القوانين المرنة والشفافية في العمل والأداء. ومثل هذه الأمور تشكل عاملا جذابا للمستثمرين. وبكل ثقة ووضوح أن هذه الأرقام مشجعة ومحفزة وتستوجب منا أن نستمر في نهجنا وفي عملنا وأدائنا، خصوصا أن ما نحققه من نمو ونجاح يتطلب ما هو أكثر من الحفاظ عليه والبناء عليه بما يعزز ويرسخ مكانة إمارة الشارقة في المشهد العقاري محليا وإقليميا وعالميا. نعم، إذن عبيد البح، نائب مدير إدارة التصرفات العقارية بدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، شكرا لك على هذه الإضافة.